قال الرب يسوع: رجل صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين، وساعة العشاء أرسل عبده يقول للمدعوين: تعالوا فكل شيء مهيأ. فبدأ الجميع يعتذرون على طريقة واحدة. قال له الأول: اشتريت حقلا وأنا مضطر أن أذهب لأراه، أسألك أن تعذرني. وقال آخر: اشتريت 5 فدادين وأنا ذاهب لأجربها، أسألك أن تعذرني. وقال آخر: تزوجت امرأة ولذلك لا أقدر أن أجي. وعاد العبد وأخبر سيده بذلك، فغضب رب البيت وقال لعبده: أخرج سريعا إلى ساحات المدينة وشوارعها، وأتي إلى هنا بالمساكين والمقعدين والعرج والعميان. فقال العبد: يا سيد، لقد نفذ ما أمرت به وبقي أيضا مكان. فقال السيد للعبد: أخرج إلى الطرق والسياجات وأجبر الناس على الدخول حتى يمتلئ بيتي، فإني أقول لكم لن يذوق عشاء أحد من أولئك المدعوين. حقا والأمان لجميعكم، لن يذوق عشاء أحد من أولئك المدعوين. إنجيل اليوم بيجي بسياق أناجيل هالأسبوع، فنحن بعدنا ببيت أحد رؤساء الفريسيين يلي دعا يسوع للطعام، حيث شفى يسوع مريضا بداء الاستسقاء، وتشككوا الفريسيين لأنه شفاه يوم السبت، فوبخهم يسوع على أساوي قلوبهم ودعيهم للتواضع وللتخلي عن المقاعد الأولى، وحضهم على دعوة الفقراء والمحتاجين إلى موائدهم لحتى تكون مكافأة من عند الله لا من عند الناس. وبإنجيل اليوم يسوع عم يضرب مثل للفريسيين بيبين فيه سبب حرمان من تذوق عشاء الملكوت السماوي، وهو كبرياء وعناد واهتمام بأمور الأرض دون خيرات السماء. فبيقول: رجل صنع عشاء فاخرا ودعا إليه كثيرا من الناس، ثم أرسل خادمه ساعة العشاء يقول للمدعوين: تعالوا فقد أعد العشاء. يلي صنع العشاء بملء الأزمنة هو الآب السماوي، والمدعوون هن بنو البشر المختارون، والخادم يلي خرج يدعون للعشاء هو المعمدين، والوليم الفاخرة هو يسوع بتعاليمه وآياته ومعجزاته وذبيحة صليبه، يلي إجا لحتى يمنح الناس غفران الخطايا وتجديد القلوب بالإيمان والحياة الأبدية. وبيتابع يسوع المثل وبيقول: فجعلوا كلهم يعتذرون الواحد بعد الآخر. قال له الأول: قد اشتريت حقلا فلا بد لي أن أذهب فأراه، أسألك أن تعذرني. وقال آخر: قد اشتريت 5 فدادين وأنا ذاهب لأجربها، أسألك أن تعذرني. وقال آخر: قد تزوجت فلا أستطيع المجيء. مين هني هالأشخاص المعتذرين ومين بيمثلوا؟ هن المختارين والمدعوين من البشر، وهن 3 فئات، وهن بيمثلوا جميع الأشخاص يلي بيهتموا بأمور الأرض وشهواتها، بينما المطلوب واحد وهو الإصغاء لصوت الرب والعمل بمشيئته والسعي لدخول الملكوت السماوي. أولا، الفئة الأولى بتمثل الأشخاص يلي بيركزوا اهتمامهم على بناء مملكتهم على الأرض، وبيستغنوا عن مساكن السماء وما بيهتموا بالحياة الأبدية. وبيمثلهم الشاب الغني يلي مضى حزين لأنه فضل خيرات الأرض على كنوز السماء. وبيمثلهم كمان الغني يلي وسع أهراءه ليتمتع بخيرات أرضه، فأجى صوت الله عم بيقول له: يا جاهل، في هذه الليلة تؤخذ منك روحك وهذا الذي أعددته لمن يكون. ثانياً، الفئة الثانية بتمثل الأشخاص يلي بيهتموا بالذبائح الحيوانية دون ذبيحة القلب، وهن الأحبار والكهنة والفريسيين يلي بيتمسكوا بشريعة موسى أي بالكتب الخمسة، وبيغرقوا بسن الشرائع وبيتناسوا الإصغاء لصوت الله والعمل بمشيئته. وهن يلي وصفهم يسوع وقال إنه هن القاضي العميان
والحيات أولاد الأفاعي والقبور المكلسة. ثالثاً، الفئة الثالثة بتمثل الأشخاص يلي بيغرقوا بشهوات الجسد، يلي تفقدن حسن الروحي وبتجعلن عبيد ملذاتن العابرة والزاهلة، وهن يلي بيقول عنهم مار بولس: إلههم بطنهم ومجدهم عورتهم وهمهم أمور الأرض وعاقبتهم الهلك. منشوف بأيامنا أتباع هالفئات الثلاثة عم يتكاتروا مثل الأوبئة أو الأمراض السرطانية، ويدنسون الأرض ويفسدون العباد. فالعيب ليس في الممتلكات ولا في الحيوانات ولا في البشر، ولكنه في الاهتمام الحصري والارتباك بهذه الأمور الفانية والمفسدة على حساب الله، على حساب الله والحياة الأبدية. وبيتابع يسوع المثل وبيقول: فرجع الخادم وأخبر سيده بذلك، فغضب رب البيت وقال لخادمه: أخرج على عجل إلى ساحات المدينة وشوارعها، وأتي إلى هنا بالفقراء والكسحان والعميان والعرجان، فإني أقول لكم لن يذوق عشاء أحد من أولئك المدعوين. هالفقراء والكسحان والعميان والعرجان هن فقراء الشعب اليهودي وفقراء الشعوب الوثنية، يلي كانوا بيفتقروا لنور الحقيقة يلي بتقودن لله. أولاً، الكسحان هن البائسين واليائسين والمحبطين يلي شلت التجارب والضيقات حركتهم النفسية والروحية، فأصبحوا مقعدين لا يستطيعون السير على طريق الإيمان ولا التحليق في معارج الحياة الروحية وسماء الحياة الإلهية. ثانياً، العميان هن يلي أعمى إليها العالم بصيرتهم، فأصبحوا لا يرون من الحقيقة إلا ظاهرها المشوه دون جوهرها الصافي، وليلها المظلم دون نهارها المشرق، فتاهوا في غياهب الأباطيل والأكاذيب المضللة. ثالثاً، العرجان هن يلي عم يمزجوا بين عبادة الإله الحقيقي والآلهة المزيفة، أي الأشخاص يلي ما بيميزوا الحق من الباطل، ولكن يسيرون على غير هدي ومن دون أي هدف ظاهر. والرب فتح لهؤلاء الفقراء أبواب السماء، لأن انتهوا وضلوا عن جهل وعمى، ولكنهم ساعة اللي شافوا نور الحقيقة أقروا بجهل وضلال وندموا على شرور وتابوا عن خطاياهم، فأدخلوا الله جنته وأشركوا بوليمته السماوي. أما أولئك المتمردون المتكبرون المراؤون الذين رفضوا النور بملء حريتهم وإرادتهم، فقد خسروا ما عده الله لهم من أمجاد وخيرات، وحرموا أنفسهم من التمتع برؤية ملكوت الله والعيش في فرح السماء. لنطلب من الله أن ينجينا من شر الكبرياء والرياء، ويضمنا إلى جماعة الفقراء بالروح والبسطاء، ولنصلي قائلين: ساطعة هي تعاليمك يا رب، ومشرقة هي أمثالك، إنك تنير الطريق لجميع أبنائك، ولكن لن يستطيع السير فيها إلا من تخلى عن ظلمات قلبه وعتمات روحه، عن ضلال عقله وضعف إرادته، عن نجاسة أفكاره وفساد أعماله. ولن يستطيع العبور إليك إلا من اقتدى بمحبتك وتواضعك، بحكمتك ووداعتك، بعدلك ورحمتك، بحنانك وغفرانك. امنحنا يا رب نور الحكمة السماوية، حتى لا نهمل وصاياك ولا نترك تعليمك ولا نحيد عن طريقك. ثبتنا على الإيمان والأمانة، سلحنا بالفطنة والرصانة، وجملنا بالتجرد والرزانة. افتح أمامنا أبواب ملكوتك، فنسير إليك بدموع التوبة والندامة، وندخل جنتك بابتسامة الغبطة والكرامة، ممجدين اسمك أيها المسيح إلهنا، مع اسم أبيك المبارك وروحك الحي القدوس، من الآن وإلى الأبد. آمين.